السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. أعلنت أستراليا وأكد مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له أن الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا. وستتحرر يوم الاثنين كل الدول الإسلامية هلال شهر رمضان المبارك لتعلن عن موعد صيام الشهر الفضيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.